وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الله أكبر الله أكبر. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس
عيسى منهم الكفر قال أنا أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن واشهد بأننا مسلمون ربنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر الله والله خير إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي قال الله يا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي Thank you.
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم
وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب إن مثل عيسى عند الله كمثل مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم
إن مثل عيسى عند الله كمثل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له الحق من ربك فلا تكن من الممترين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له الحق من ربك فلا تكن من الممترين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم
الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى أقول تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا فقل تعالى فمن أنجك فيه من بعد ما جاءك من فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وما من إله إلا الله وإن الله له صدق الله العظيم.